بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة درس من سلسلة دروس تعليم الكتابة وإظهار التأثيرات عليها. النهاردة إن شاء الله هنعمل إزاي إن أنا أظهر إضاءة نيون على كتابة زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي إن شاء الله الدرس. هنجي عند فايل نيو، أنا عاملة الويت 16 والهايت 11.99 بالسنتيمتر، وهنعمل اوكي. اداني الصفحة دي، انا بس هغير اللون بتاعها، هعمله اسود من هنا، ونكتب نروح عند التي، وانا مختارة الوايد لاتن اللي هو الفونت اللي انا هكتب بيه، هو الفونت ده. طيب وهنيجي نكتب هنا جرافيك، نغير بس اللون بتاعها، اعمله ابيض جرافيك، نعملها ندخلها لجوه كده شوية، وهعمل هنا صح اوكي. وهاجي عند edit transform free transform، ادوس عليها واغير في شكلها عن طريق ان انا بدوس على shift من الكيبورد، وممكن ان انا اكبرها زي ما احنا شايفين كده اهي، ممكن احركها كده عشان تبني الكتاب. انا دايسه على شيفت عشان المقاسات بتاعت الحروف ما تتغيرش، فبدوس على شيفت من الكيبورد وايه بغير في شكلها، بكبرها بصغرها زي ما انا عايزه. ادي الكتابه عندنا جرافيك. طيب يبقى انا هنا كتبت خلاص، بروح عند اللاير بتاع جرافيك وبعمل دبل كليك بالماوس، و بعمل اول حاجه color overlay، بعمل عليها صح هنا وبغير اللون بتاعها، بعمله ابيض وخلي الاوباسيتي زي ما هو 100، وبروح عند outer blue بعمل عليها دبل كليك عشان تتفتح معايا، واجي هنا اعمل الاوباسيتي 75، واعمل هنا السبريد 18، والسايز بعمله 13 كويس. وباجي عند اللون هنا، انا مختاره لون قريب من ال يعني مختاره لون اللي هو الاصفر، واللي هو 4FBE. لو انتوا عايزين تعملوا نفس اللون ممكن اي لون انتوا بتختاروه، وبقول اوكي. يبقى احنا كده عملنا الايه الاوتر جلو. طيب هنروح عند دروب شادو، برضو هنعمل عليها صح ونعمل دبل كليك عليها عشان تتفتح لي المربع بتاعها، ونيجي من هنا بعمل برضو اللون ابيض، وملتبلاي دي بخليها نورمال، وباجي اعمل الديستانس 10 وسبريد زي ما هو هخليه 0، واعمل السايز 5 واقول له اوكي. هنيجي بعد كده هنروح عند لاير ريسترايز، وبعدين نختار تايب، وبعدين هنيجي من هنا من كنترول في الكيبورد مع هدوس مع بالماوس على المربع بتاعها هنا وعلى اللاير دي، ونعمل كده كده ايه حددها لي هنا. لو ظهر لي المربع ده بقول له كنسل، حدد لي الايه الكتابه نفسها. طيب هنروح عند سيلكت، هنعمل موديفاي كونتراكت، وهنختار الكونتراكت باي 3 ونقول له اوكي، ونعمل ديليت بعدها عشان يشيل لي
الجزء الداخلي، ما يظهرليش اللون جامد داخل الجزء الداخلي، وبين لي ان في اضاءه نيون حوالين الايه الكلمه نفسها. وبروح عند سيلكت، بعمل دي سيلكت، يبقى كده عملنا الكتابه على شكل نيون وخلصناها. ان شاء الله يكون الدرس عجبكم، درس بسيط النهارده. انتظروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.